كنشوفو بحال نقاش صوب. حكومة جاية مطلقة، اش باغية؟ اهدر انت وعمك صباح حتى الغدا. طفي داك ليكرون. تفضل. هذا ما هو غير مباح. اسمح لي الاخوان، الله يخليكم. خليوها الله يخليكم الاخوان. نكمل سي رشا كنتكلم لك. القرار ديالكم السيد الرئيس، القرار ديالكم السيد الرئيس باش عطيتو للحكومه تجاوب كان في محل. سي المرابط الله يخليك. شكرا سي. الله سي رشيد الله يخليك. سي مرابط الا كنتي مقلق وعندك شي شغل يمكن لنا نستدعيوك ملي غنبغيو التصويت. الله يخليكم. هاد الجلسه عندها رئيس. ايوا صافي كلشي ودوي مع الرئيس. انت باش كتجاوب؟ انا لا سيد، ما تقوليش سيد الوزير، انا مطلع جدا 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 على الموضوع. السيد نائب دكتور ما تشوفش واحد تهضر من. طيب تكلم مع القاعه. قرا النظام الداخلي، قرا النظام الداخلي سي بعزيز. لا هو كيبغي ندير البيروقراطيه، هو قرا النظام الداخلي. قرا النظام الداخلي الا كيعطيك الحق ديرو، اقراه انت والا لقيتي كتعطيك الحق خذو. انا كنقلب عليها. تفضل جلس باش ما تعصبش. جلس خذ راحتك، خذ راحتك. غنعطيك الماده سي عبد العزيز، انا غنجبد الماده وغنعطيها لك وغادي. هي 160 سيد النائب. للحكومه لا تنتمي اليهم. السيد الرئيس ربما بقدر ما حيينا مرونتكم. ها صافي ماده 160 قلتي اريحي يا استاذه. لا ماده انا حييتكم ولكن صافي خلينا في هذا الجو الايجابي. يلا تفضل. الماده 196 تعطينا الحق الحصريه. دابا طلبتي الاريحيه كنت غنمشي معك. تعطينا الحق الحصري ولا تمنعونا. وتطرح اليوم مع الفريق البيروقراطيه اللي انا اتهمته بالبيروقراطيه. ان الفريق اليوم يتوجه ليه هو بالذات هاد الاسلوب كنظن فيها نوع من كلم نائب برلماني من نفس الفريق ياخذ الكلمه للتوضيح او للمعارضه او لهذا، ما عنديش مشكل. ولكن عاود شويه ديال اللباقه وان شكرتم لازيدنكم. تفضل سيد سي بعزيز هادشي ماشي شخصي. ومن الحب ما قتل. صح. رحنا ممثلين للأمة. كيف تمر العملية مسألة رئيس الحكومة؟ وهذاك رئيس الحكومة. اسمحنا هذه أول مرة سيد الوزير. سيد الرئيس الله يوفقك. أول مرة أنا ما لا زعما وأنا كنقول لك إلا يمكن الذاكرة ديالي قصيرة ربما ولكن لا الذاكرة ديالي ما قصيراش. لا غنتكلموا باحترام. الذاكرة ديالي ما قصيراش وأنا ما كنقللش من الكلام ديالك. لا ما كان لا أنا والله إلا سيد الرئيس لا أقدرك وأحترمك. نعم. فهذا خروج عن النظام الداخلي، هذا خروج عن النظام الداخلي. أنا أخاطب رئاسة المجلس ولا أخاطب أحدا آخر. وبالتالي السيد الرئيس التي خليوه يكمل. الله يخليكم خليوه يكمل. الله يهديكم. تفضل. خليه الظرفية والله يهديكم. باش عرفتي الوقت سالا فينا هو اش من وقت؟ دابا القانون ديال 63/16 كان يكفي انه نعم سمعتكش. شوف التصويت غادي يكون غبر الرئيس بوحدو، غادي يكون اجماع. كاع حتى الا بغيتو تمشيو فحالكم خلوني بوحدي باش نصوت لي وحدي ويكون اجماع. كتسالني دوز عندي الكبير ونعطيهم لك. كمل. دابا الان رجعوا هاد مجلس النواب واحد صندوق بريد كنجيو نهزو يدنا ونمشيو فحالنا دون اطلاع. هذا اختيار سياسي. كله شميله. رحنا كنقول لكم الوالدين ما يخلصوش. ماشي رميد. علاش هذا الوالد هذا مشينا نصيفطو للرميد؟ ما عندي علاش صيفطونا للرميد؟ عيب نصيفطو للرميد، عيب.
الوليد ديالي انا والوالده ديالي صفدها الراميد. هادشي اللي كتقول السيد ابراهيم راه عيب وعار تقول الوالدين الحشومه دخلوا مراميد. الناس بحالهم بحال اي المواطنين، هذوك الناس مساكن ما عندهمش. سيدات السادة النواب نستمع. تفضل السيد نائب. تفضل السي دكتور. كان تتكلموا على التمويل. ما تدويش معايا. طيب ودابا عطي المداخلة، ماشي نقطة نظام، أنا عطيك مداخلة، أنت درتي نقطة نظام، انتهت نقطة نظام. تفضل السيد نائب جلس. بخصوص النقطة السيدة. لا واسمح لي. سي عزيز، شوية ديال الآداب. شوف كنعطيك الكلمة. ملي كناخذ الكلمة خاصك تسكت، ومني كتسكت، ملي كتكلم كنسكت. لا ما كتسمعش اسي. ملي كنفرقش ما بين نقطة نظام ومداخلة، كيف لي أن أفرق ما بين الفصل 82 وما بمضموني؟ خذ الكلمة سيدنا. تفضل سي فعلا غادي نمارس البيروقراطية مستقبلا ان شاء الله غنديرها ديال 90 10 90 10. لا لا الله يخليك، لا مهمة هادي 90 10 ديال النظام. شوف ما كنجاوبوش بعض. لا لا سيد الرئيس، لا سيد الرئيس، 90 10 90 10 ما كايناش. كيبقى نقاش اللي هو السطحي، ضيعنا طون الوقت وحنا شي تيذكر شي في القوانين. مع كل احترام الرفاق يعني الاخوه اللي هما تكلموا بهادشي، ولكن تنظن تنظيم النقاش داخل الجلسه ماشي هو اللي ماشي بهذه الطريقه اللي خصها يكون. الا بغينا بالفعل الناس اللي كتبع تفهم بعدا اش كيدار، وتفهم شنو هي المواقف، وتفهم شنو هي الخلاصات، لاننا كنشوفوه بحال نقاش صم.